هو جن مرأة لابسة عباية هيك تمشي بنص البيت، واحد يباوع لي بالمراية مالتي ملابسي، ما اقدر يعني البسها انا وهيك قدام اي باي مكان، يعني ما اصلا يمشي اسمه قرآن، او ما احب اسمع شيء اسمه قرآن وهيك، يعني حتى من اشغل الشيء يعني بدعاء قرآن واحد يقول لي سدي طفي طفي هذا الشيء، يعني ما اعرف شو اسوي. شابة من بغداد عاشت ولا تزال تعاني من تلبس الجن حسب ادعائها، وحسب وصفها أن الروحانيين والأطباء عجزوا عن علاجها. لنشاهد هذه الحالة. أنا فجأة قمت أحس أنه واحد يلعب برجلي، جر الغطا مني، يلزمني، فحالتي النفسية تعبت كلش. فعمتي قالت لي خلينا نروح على الدكتور نشوف ايش ليش هيك، يجوز هذا من ضغط العمل، لان انا اشتغل بمكان يعني واروح وقت يعني من الصبح او خلينا نقول وقت ورا العصر فاتعب يعني. فلو اني قام نفسي ضيق او شيء ودوني على الدكتور، فسوى لي تحاليل كامله وشيء ما فادني ابدا، يعني قال لي كل شيء ما بيش انت. فرجعنا للبيت هم ورا الدكتور وشي، فدا احس انه احد يراقبني، او احس انه احد يمشي بالغرفه مالتي، او حتى من انام يعني واني نايمه افز واحلم كوابيس ويعني هالامور هاي. حتى انه قمت يعني ما اصلا يمشي اسمه قران، او ما احب اسمع شيء اسمه قران وهيك، يعني حتى من اشغل الشيء يعني بدعاء قران واحد يقول لي سدي طفي طفي هذا الشيء. فعمتي قالت لي خليني نوديك على الدكتور. رجعنا على الدكتور مرة ثانية، فالمهم يعني ما شفنا اي نتيجة يمه. قالت لي عاد خلاص ما دام الدكتور ما يمه اي نتيجة نروح نشوف لك الشيخ. والله رحنا انا وياها على الشيخ، قرأ علي الشيخ وشي، وقلت له انه انا احس واحد يلزمني جر الغطا، احس انه حتى مرة من المرات قلت له انه انا ظليت وحدي بالبيت، يعني احس انه واحد يباوع لي بالمراية مالتي، وانا واقفة باوع بالمراية انه احس انه هو يوقف يباوع علي. شلون قمت اخجل انه انا حتى يعني ملابسي ما اقدر يعني البسها انا وهيك قدام اي باي مكان يعني. المهم قرأ علي وشي وانطاني مي وهيك، قمت من ارجع من الشيخ يعني انه ينغضب علي بالزايد، يعني انه اتاذى ارجع للبيت نفس الامور تصير عندي. قامت صحتي بالنازل يعني، قالوا خلاص يعني هذا الشيخ اذا ما فادك، ويعني المي والبخور وهالامور والحجاب يسوي شيء ما فادك، نروح على شيخ ثاني. طبعا هاي كوما فلوس ننطيهم وشي يعني، اضافه للتعب والفلوس اللي ننطيها ما شفنا اي نتيجه. ورحنا لشيخ ثاني، ورحنا لمريا هماتين مره ثانيه، هم ما فادتنا هم نفس الامور. فرحنا الواحد قالوا هذا مشهور وشي يعني لا تعين عن محافظات، يعني رحنا محافظات بعيده. يعني هذا انه حتى ضربني او شيء، ونفس الوقت هم ما فادني، قام يضرب بي بالعوده مالته ويقرا وهيك، يعني قلت انه ان شاء الله هذا شفاء يمه، هم ما فادني. المهم انا كلش تعبت، شنو التفسير انه انا اروح للطبيب مدى اطيب، اروح للشيخ مدى اطيب، وين يعني لا يم الطبيب دا اطيب ولا يم الشيخ قاعد اطيب، شنو التفسير انه انا واحد يعني يلزمني واحد انه يفتح كنتوري؟ يعني اللي يسمعني هسه يقول هاي انه مو صحيح، هاي انت تتخيلين هذا الشيء، بس هو صحيح مار بيه. اني مرات انه احس اني اذا احرك بجسمي، يعني انه اني اطخ جسمي واجفل اجفل واني نايمه يعني بنص الليل، انه اني افز او اغراضي يعني توقع من وحدها واني مثبتتها، شلون توقع وحدها؟ او احس انه واحد مثلا او مريه لابسه عبايه هيك تمشي بنص البيت، يعني حتى مرة دا أصيح على شخص إنه هو ما موجود بالبيت، أنا أعرف وأصيح عليه إنه هو ما موجود، شلون أنا دا أصيح عليه؟ فرجعت خابرت بالبيت وياقتهم أنتم موجودين؟ قالوا إحنا ما موجودين. فأنا كلش تعبت نفسيتي، أريد أعرف شنو تفسير لحالتي، هو اكتئاب، هو ضغط عمل، هو جن؟ أنا يعني كل شيء أروح له يقولي أنت عندك جن عاشق، أنت يعني هذا الشخص ما يخليك بحالك ولا يعوفك، شنو التفسير لهذا الموضوع؟ يعني أنا كلش تعبت، أنا أريد أشوف حياتي، يعني إنه أنا بعدني صغيرة وكل شيء ما شفت من حياتي، يعني لا أروح الطبيب إنه أنا متعالجة، ولا أنا دا أروح الشيخ يكونون علي أنا دا أتعالج،
يعني ما أعرف شو أسوي.